السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أينما كنتم مشاهدينا، وإليكم نشرة الأخبار المفصلة من تلفزيون جيبوتي. أستهلها ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل 7 سفراء جدد في القصر الجمهوري. ودوليا الماراثون يفوز فيه الإثيوبي في المسابقات العداء في نيويورك. استقبل رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي صباح اليوم الاثنين في القصر الجمهوري 7 سفراء جدد، وتسلم منهم في لقاءات منفصلة أوراق الاعتماد كسفراء فوق العادة ومفوضين لبلادهم لدى جمهورية جيبوتي. كما في بداية استقبل فخامة رئيس الجمهورية السفير حكومة الصومال الفيدرالية المقيم في جيبوتي السيد محمد علي النور حاجي. والمزيد حول هذا اللقاء مع الزميل هراب. سلم رئيس الجمهورية أوراق الاعتماد السفير الصومالي الجديد المعتمل لدى بلادنا السيد محمد علي نور حاجي، والذي نقل إليه تحيات لرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو وتمنيات له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الجيبوتي مزيدا من الرقي والازدهار. وتربط بين جمهورية جيبوتي وجمهورية الفيدرالية الصومالية علاقات أخوية وطيدة تربط جذورها في العمق التاريخي. وتبذل جيبوتي قصارى جهدها في سبيل إرساء القواعد الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق الذي يعاني من الفوضى وتراجع الأمن لفترة غير قصيرة. وأثنى الدبلوماسية الصومالية عاليا التعاون الخوي بين البلدين، متعاهدا بمواصلة المساعي الرامية إلى تعزيز علاقات البلدين بما يلبي طموحات وأعمال الشعبين الشقيقين. وعقب ذلك تسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد سفير دولة السويد الغير المقيم في جيبوتي، والمزيد أيضا مع هراب. قدم سفير جمهورية كونغو السيد لازاري ماكيتا سافويس إلى فخامة الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجيلي أوراق اعتماده بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا لبلاده لدى جمهورية جيبوتي مع الإقامة في أديس أبابا. وفي مستهل اللقاء نقل سفير سافوياس إلى رئيس الجمهورية تحيات نديره مشددا على علاقات المتينة التي تربط بين البلدين. وتجر إشارة إلى أن جمهورية جيبوتي وكونغو عضويان في الاتحاد الإفريقي فضلا عن كونهما من الدول الفرنكوفونية، وشهدت علاقات البلدين تطورا ملحوظا في فترة أخيرة. وعقب ذلك استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجيلي السفير الجديد لمملكة السويد السيد توربا جورن بيترسون بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا لبلاده لدى جمهورية جيبوتي مع إقامة في عاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتجر إشارة إلى أن مملكة السويد تلعب دورا بارزا في مشهد دولي، ولا سيما فيما يتصل بحل صراعات والتقريب بين أمم وشعوب. كما يجدر بالذكر بالإشارة إلى أن السويد هي ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث مساحة، ويقدر عدد سكانها بنحو 10 ملايين شخص، وتعد اللغة السويدية هي اللغة الرسمية للبلد. وبعدها استقبل فخامة رئيس الجمهورية سفيرة دولة أوغندا السيدة أمينغا، حيث قدمت سفيرة دولة أوغندا أوراق اعتمادها إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. وسلمت أوراق اعتمادها إلى فخامة الرئيس الجمهورية، حيث أنها سفيرة مفوضة فوق العادة، و قدمت هذه الأوراق لفخامة الرئيس الجمهورية بصفتها سفيرة لبلادها إلى جمهورية جيبوتي المقيمة في أديس أبابا.
new greetings from your own brother. وشكرت فخامة رئيس الجمهورية بكرم الضيافة واستقبالها لفخامة رئيس الجمهورية بهذه المناسبة لتسليم أوراق اعتمادها إلى فخامة رئيس الجمهورية. هذا وفي هذا اللقاء ناقش فخامة رئيس الجمهورية حول العلاقات بين جيبوتي وأوغندا. كما رحب فخامة رئيس الجمهورية بالسفيرة الجديدة أمونغي وتمنى لها طيب الإقامة. وكما استقبل فخامة رئيس الجمهورية سفير دولة رومانيا السيد ميهاني ستيفهان الذي قدم أيضا أوراق اعتماده إلى رئيس جيلي. Pour l'honneur et le plaisir d'avoir la possibilité de présenter mes lettres de créance à votre excellence en tant qu'ambassadeur non résident de la Roumanie. Notre président a voulu, par ma nomination, جمهورية جيبوتي أوراق اعتماده مقدما لمهنته كسفير فوق العادة ومفوضا لبلاده مقيما في أديس أبابا. هذا و شكر فخامة رئيس الجمهورية بحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به منذ وصوله إلى تراب جيبوتي. Résidence sur tous les pays d'Afrique qui sont une priorité pour nous aussi. De l'autre côté, je voulais seulement dire que la Roumanie, par son poids et sa position géostratégique, c'est la principale porte maritime et fluviale d'accès en Europe. Et la République du Djibouti, c'est un hub régional pour tous les commerces dans l'Afrique centrale et de l'Est et de l'Afrique. Alors, je crois que il y a une grande possibilité pour notre coopération, chacun dans sa région, et pas seulement bilatérale, mais aussi trilatérale et multilatérale. Donc, je compte beaucoup sur l'appui de votre excellence. رومانيا حول العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جمهورية جيبوتي كما أضاف حول مهامه كسفير لدولته إلى جمهورية جيبوتي في إطار العلاقات التعاون بين البلدين وأيضا العلاقات الثنائية التي بين البلدين جمهورية جيبوتي ورومانيا. كما في الأخير تسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد سفير دولة سريلانكا وأيضا سفيرة جمهورية غانا. المزيد مع هرب. على صعيد المتصل استقبل فخامة رئيس الجمهورية اليوم في القصر الرئاسي سفير جمهورية سريلانكا الجديد المعتمل لدى بلادنا. وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الجمهورية بالدبلوماسي السريلانكي الذي تعهد بدوره بالعمل على دفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع. وتجدر إشارة إلى أن جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية هي دولة جزرية تقع في شمال المحيط الهندي، وهي دولة ذات إرث حضاري عريق يمتد عبر 3000 سنة، وقد لعبت دورا كبيرا بفضل موقعها الاستراتيجي في ملتقى طرق البحرية الرئيسية. وأخيرا تسلم رئيس الجمهورية أوراق الاعتماد سفيرة جمهورية غانا المعتمدة لدى بلادنا السيدة أما أدوما. وعبرت السيدة أدوما عن وافر الشكر والعظيم الامتنان إلى فخامة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل مرجلي على كرم الاستقبال وحسن الضيافة التي حظيت بها منذ وصولها إلى التراب الوطني. وأكدت سفيرة غانا الجديدة رغبتها وعزمها على تعزيز علاقات البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتجر إشارة إلى أن غانا هي دولة إفريقية استغلت عن بريطانيا عام 57. وحضر هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولية سيد محمود علي يوسف. كما استقبل رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر جيل اليوم الاثنين في القصر الرئاسي المدير العام لمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور سعود هلال الحربي. وجرت هذه المقابلة بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سيد مصطفى محمد محمود. وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الجمهورية بمدير عام منظمة اليسكو مشددا على أهمية زيارته إلى جمهورية جيبوتي لتعزيز التعاون القائم بين طرفين ولا سيما فيما يتعلق بمجالات التربية والعلوم والثقافة. ومن جانبه انتهز مدير عام المنظمة العربية هذه الفرصة لاطلاع رئيس الجمهورية طبيعة المهام والأنشطة المختلفة التي تقوم بها المنظمة. وفي تصريح له أدلى إلى وسائل الإعلام المحلية أعرب المدير العام للمنظمة العربية للعلوم والثقافة عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أنا سعيد جدا يعني باستقبال من قبل فخامة الرئيس، وهذا شيء يعني يعطينا يعني دافعية أكبر يكون استقبال على مستوى رئيس الجمهورية، وهذا شيء طيب. طبعا احنا زيارة بالأساس كانت تخص في دور الأليكسو ودعم التعليم والثقافة والعلوم في جمهورية جيبوتي العربية الحبيبة علينا جميعا. فكانت حواراتنا مع فخامة الرئيس تركيزا على ماذا تقدم الأليكسو في مجال خصوصا مجال اللغة العربية، وشرحنا لنا أمس التقينا مع معالي وزير التربية ووزير الثقافة والوقت، وكانت لديهم تطلعات كبيرة تطلعات وطنية ركزنا على قضية اللغة العربية تحديدا بشكل كبير، وأيضا قضية بناء مناهج وطنية جيبوتية تعكس يعني حاجات ومتطلبات الشعب الجيبوتي، لأن بالأخير نريد طالب يتخرج من المدارس الجيبوتية طالب جيبوتي منتمي إلى وطنه محب إلى وطنه مزود بأهم المعارف والحقائق يعني والمهارات الأساسية ليواجه الحياة. أيضا كان أيضا في مجال الثقافة ماذا نعمل احنا كمنظمة، إن شاء الله قدمنا وعود عاجلة جدا. أولها راح نعمل دورات خاصة لمتخصصين في المناهج والمعلمين، وأيضا دعم الأنشطة الخاصة في مجال اللغة العربية والمكتبة العربية في جيبوتي. أنا صراحة سعيد جدا بهالزيارة وانتظرها، ووجدنا كل دعم وتأييد وتشجيع من فخامة الرئيس، واللي شجعنا أكثر الروح العالية جدا اللي موجودة لدى الشعب الجيبوتي يعني من فخامة الرئيس أو الوزراء أو حتى الشعب. لقيت شعب وطني محب إلى وطنه ينشد دائما التطور، وإن شاء الله ربنا بيوفقنا. عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة تأهيل في مقر الجمعية الوطنية لمؤثري الشعب. ترأس أعمال هذه الورشة نائب رئيس الجمعية الوطنية سيد علمي أبسية وعيس، وتهدف إلى توطيد المعرفة في مجال ترقية حقوق الإنسان، وذلك من خلال مواجهة التحديات العصرية الجديدة. هذا ورحب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيد سليمان عمر عدن، ممثل المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لشرق إفريقيا سيد إدريس عمر، وقدم له شكر الامتنان لإطلاق هذه الورشة البرلمانية. وحضر هذه المناسبة البرلمانيون ووفد من الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. من جانبه أوضح السيد عمر عدن أن ترقية وحماية الإنسان لتعزيز استراتيجية التنمية المستدامة معروفة في الدول المتقدمة، وذلك من خلال احترام حقوق الإنسان. بدوره ثمن ممثل المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لشرق إفريقيا لحقوق الإنسان دور المنظمة في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار التنمية المستدامة، كما أشار إلى مهمة هذه المنظمة حول دورها في تحقيق ورفع الوعي في إطار تعزيز استراتيجية واحترام حقوق الإنسان. تحت رعاية وزارة العمل والإصلاح الإداري نظم حفل تسليم تأشيرة عمل إلى كندا لثمانية عشر شاب جيبوتيين في المعهد الوطني للإدارة العامة.
وجرى هذا الحفل بحضور وزير العمل السيد حسن يدير السمرية وزير الداخلية السيد حسن عمر محمد بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة. كما شاركت بهذه المناسبة ممثلة منظمة دولية للهجرة ومدير المعهد الوطني لدار العمى إضافة إلى مسؤولي وكالة الوطنية للعمل التدريب المهني. وحضر أيضا في هذه المناسبة عديد 18 شاب الذين حصلوا على التأشيرة حيث سيعملون في كندا. والجدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للعمل للتدريب المهني ومنظمة الدولية للهجرة قاموا بمناقشة حول كفاءة العمال، ويذكر أن هؤلاء الشباب لديهم خبرة ومهنة وتم تدريبهم. كما أشارت رئيسة البعثة المنظمة الدولية للهجرة، تلقينا الوثائق من جوازات السفر بالتأشيرة إلى كندا بواسطة 2 من أعضاء الحكومة من كندا كمثال على نجاح من جانبهم. وذكرت رئيسة البعثة المنظمة الدولية للهجرة أن المشروع هو مشروع رائد، وأيضا سيتابع هؤلاء الشباب كل ما لديهم من خبرة في طبيعة النموذج، وسيتم إرسال سلفهم بموجب خبرتهم. ومن جانبه أشاد وزير الداخلية بجهود المنظمة الدولية للهجرة من أجل هذه المبادرة، ودعا الشباب إلى أن يكونوا جادين ويستفيدوا من هذه الفرصة التي سيتم تخصيصها لكل واحد منهم في العمل داخل كندا. كما أن أشاد بدور وزارة العمل بمنظومة دولية للهجرة التي قامت بها من أجل اختيار هؤلاء الشباب بخرطهم بمجال العمل داخل كندا. كما نوه بكلمته بدور الذي تقوم أيضا بمنظمة الهجرة الدولية. وفي الأخير أشاد بجهود 18 من الشباب الذين اختيروا لعملهم خارج جيبوتي. من ناحيته رحب وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري حسن إدري السمرية التزام المنظمة الدولية للهجرة باتخاذ إجراءات مكافحة البطالة إلى جانب الحكومة، وذلك لتقديم فرص عمل مهمة للعمال الشباب الجيبوتيين. أضاف أنهم استفادوا من خلال تدريباتهم التي ستضيف أو ستسهم بإدماجهم في سوق العمل في كندا. تحت رعاية أمينة الدولة للشؤون الاجتماعية سيدة منى عثمان آدم ووزير العمل والإصلاح الإداري السيد حسن إدير السمرية والوزير المكلف باللامركزية السيد حمد محمد أراميس ووكالة جيبوتي للتنمية الاجتماعية أدداس، نظموا زيارة ميدانية في إطار المشروع الإقليمي الذي يموله البنك الدولي. المزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا الزميل إدريس عمر. أهلا بك إدريس. أهلا بك حواء. نعم، كما أشرت توجه وفد وزاري ضم كل من وزير العمل والإصلاح الإداري السيد حسن يدير السمرية ووزير المركزية لدى وزارة الداخلية السيد عرميسة وأمينة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إلى علي السبيح وتحديدا إلى هولهول. وتندرج هذه الزيارة في إطار المساعي الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي القاطنين في النواحي التابعة أو النواحي التابعة للأقاليم الداخلية. ولدى وصول الوفد حظي الوفد باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل السلطات الإقليم، وأيضا تفقد الوفد الوزاري على الأوضاع التي يعيشها المواطنون في هذه الناحية. وأيضا لدى وصول إلى موقع المشروع تم الوفد بقيام زيارة تفقدية. وفي كلمة لوزير وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري أوضح أن هذا العمل يندرج في إطار المشاريع الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وأيضا قال نعمل بالتعاون وثيق مع أمانة الدولة للشؤون الاجتماعية ومع الوزراء الوزارة المنتدبة المكلفة باللامركزية وبتنفيذ هذه المشاريع الحيوية للنواحي النائية بغية تحسين الظروف المعيشية للأهالي، وذلك بالتمويل من البنك الدولي. أما من جهته قالت أمينة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
السيدة منى عثمان عوالة أن هذه الزيارة التفقدية تندرج في إطار المشروع الإقليمي الممول من قبل البنك الدولي، والتي تهدف إلى الإطلاع على حسن سير الأعمال التي تم تنفيذها في هذا النواحي، وتحديدا الشبكة الكهربائية في هرول، وأعربت عن شكرها وامتنانها للبنك الدولي لتنفيذ هذا المشاريع الحيوية للأهالي في هذه النواحي وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية. كما أمانة الدولة للشؤون الاجتماعية لم تذخر أي جهدا في سبيل تحسين الظروف المعيشية للأهالي القاطنين في هذه النواحي، وتندرج هذه المناسبة طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للأهالي القاطنين في النواحي النائية والتابعة للأقاليم الداخلية. من جهته في مداخلة عفوا للوزير المركزية قال: أود أن أتقدم بالشكر على حسن استقبال الحار الذي حطينا به في رول، الأمر الذي يدل على حب الوطن. وحسب سياسة المركزية التي تعمل بالتعاون الوثيق مع أمانة الدولة للشؤون الاجتماعية، قمنا بتسجيل جميع الاحتياجات اللازمة للأهالي في المناطق الداخلية، وتتمتع من ناحية رول بالكهرباء والمياه الصالحة للشرب وإعادة التأهيل المدارس الحكومية. كما أتقدم الشكر الجزيل للوكالة التنمية أو للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية برئاسة السيد مهدي، الذي يعمل دون كلل ليلا ونهارا لإنجاز هذه المشاريع. كما يجب أيضا المساهمة بفعالية في تنمية النواحي النائية ومن بينها ناحية هرول التابعة لإقليم علي السبيح. هذا ما لدينا في الأخبار المحلية. شكرا لك إدريس. نظم ديوان المحاسبة اليوم الاثنين حفلا حول أداء اليمين القانوني لصالح كاتب عدل والإداريين المدنيين، وذلك في صالة الجلسة. وترأس هذه المناسبة رئيسة ديوان المحاسبة سيدة إسمهان محمود إبراهيم بحضور المدعي العام بالإنابة السيد مشعل أحمد. وفي مداخلة لرئيسة الديوان وديوان المحاسبة السيدة إسمهان محمود إبراهيم، أشارت إلى أن الحفلة تأدية اليمين صالح كاتب العدل والإداريين المدنيين تهدف إلى تعزيز وقدرات وكفاءة الكاتب العدل، وذلك لإعطاء دفعة كبيرة من الأمل و لأداء مهائهم على أكمل وجه كبقية المؤسسات العامة في بلادنا والمساهمة في تنشيط هذه المؤسسة. من الأخبار المحلية وإلى الأخبار الدولية، نعود إلى إدريس عمر حول آخر المستجدات في الساحة الدولية. نعم، نبدأ بنشراتنا المتعلقة بالأخبار الدولية. النيجر، حيث اختطاف نحو 70 شخصا معظمهم طلاب في شمال غرب الكاميرون. قال مصادر حكومية وعسكرية لرويترز إن نحو 80 شخصا معظمهم من الطلاب المدارس خطفوا في مدينة بنت شمال غرب الكاميرون في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين. ولم يتضح من المسؤول عن عملية الخطف في كاميرون التي وقعت في منطقة ناطقة بالإنجليزية من كاميرون، حيث يقاتل الانفصاليون لتشكيل دولة انفصالية. وأن اختطاف الكاميرونيين الطلاب الكاميرونيين في هذه الناحية ولم تتبنى بعد أي جهة عملية الخطف التي تمت في المنطقة الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون، والتي يقاتل فيها انفصاليون بهدف انفصال عن الدولة. وذكرت قناة البي بي سي أن الأطفال تم اختطافهم من المدرسة الداخلية كاثوليكية، وفرح خاطفوهم إلى جهة مجهولة. أما فيما يتعلق الأمريكا والعقوبات الإيرانية، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية أن حزمة العقوبات الجديدة على إيران دخلت حيز التنفيذ، والعقوبات تضال قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما النفط والبنوك. والعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران تضال 700 من الشخصيات والكيانات. والإدارة الأمريكية تعهدت بأن تكون العقوبات على إيران الأشد على الإطلاق، وتهدف الإدارة الأمريكية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى مستوى الصفر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خير إيران بين التخلي عن نهجها العدائي ومواجهة كارثة اقتصادية. وأكد حسن روحاني الثاني أن الجمهورية الإسلامية ستلطف بفخر العقوبات الأمريكية والظالمة لأنها تخالف القوانين الدولية.
أما الخبر الثالث في نشرتنا يتعلق حول زيارة رئيس كوبا إلى كوريا الشمالية. وصل رئيس مجلس الدولة الكوبي مينغال دينايس كانيل اليوم الأحد بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية، وهبطت طائرة الزعيم الكوبي في مطار سونان بالعاصمة بيونغ يانغ، واستقبله في المطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وزوجته. ومن المتوقع أن تجري المحادثات الرسمية بين طرفين، ويضم البرنامج زيارة الزعيم الكوبي إلى بيونغ يانغ أيضا لقاء مع رئيس الجمعية الشعبية العليا البرلماني الكوري الشمالي. وكتبت الصحف الكوبية قبل زيارة دانيز كانيل أن بيونغ يانغ أن محادثاتي مع كوين ستناول التعاون بين البلدين في المنطقة في المنظمات الدولية بما في ذلك في الأمم المتحدة. أما الخبر الأخير في نشرتنا تتعلق حول الرياضة. فاز الأعضاء الإثيوبي لزان ديسان بسباق ماراثون بنيويورك في الولايات المتحدة، فيما نجحت الكينية ماريكت في تحقيق لقبها الرابع بسباق السيدات. وجاء تتويج الإثيوبي باللقب بعدما قطع مسافة ماراثون الذي انطلق من ستان إيلنت وانتهى عند سنتر البارك في نيويورك بزمن ساعتين وخمسة دقائق وخمسة وتسعين وتسعة وخمسين ثانية. وكان داس فاز بماراثون بوسطن مرتين 2013 2015، وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها بالماراثون المنظمة في نيويورك. هذا أبرز ما لدينا من الأخبار الدولية. شكرا لك إدريس حول هذه الأخبار الدولية المتفرقة. مشاهدينا نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.